لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل بحث فقه القيام والتراويح والتهجد والقنوط. وقفنا في المرة الأخيرة على قول المصنف التاسع عشر: من أفضل القراء؟ يعني كما سبق إنه عامل البحث كمسائل كذا أو يعني فصول. قال التاسع عشر: من أفضل القراء؟ قال: هل هو المجود لحروف القرآن؟ أم هل هو صاحب الصوت الندي؟ أم هل هو المتقن للقرآن حفظا وحرفا؟ قال الجواب: ليس هؤلاء جميعا أفضل القراء، وإنما أفضل القراء ما جاء بيانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البيهقي في شعب الإيمان من طريق طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحسن الناس قراءة، قال: من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. فالزم الخشية أيها الإمام، وراقب ربك وجاهد نفسك، واتخ يوم العرض الأكبر على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني المصنف جزاه الله خيرا يعني تناول هذه المسألة تناولا إيمانيا، لم يتعرض لها من الجهة الفقهية، إنما تناولها تناولا إيمانيا. من أفضل القراء؟ يعني المجود للحروف، صاحب الصوت الحسن، كذا كذا. أفضلهم من يخشى الله عز وجل، وإذا سمعته رأيت أنه يخشى الله. يعني القرآن له أثر في يعني قراءته وفي يعني هيئته وفي يعني كل ما يعني يحيط به. ولذلك هذا تنبيه على مسألة الإخلاص عند الأئمة في الصلاة بالناس والقيام بالناس. طيب، ناخذ عليها يعني فرع فقهي، وهو في حول مسألة أو ظاهرة في الحقيقة تكثر يعني في كل مرة في رمضان، في كل ما يأتي رمضان يعني نجد هذه الظاهرة، وإن كان قلت عن زمان بسبب ظروف مختلفة، لكن هي لا تزال موجودة في بعض الأماكن، وهي حكم تتبع القارئ حسن الصوت. حكم تتبع القارئ حسن الصوت. نجد يعني كثير من الناس إذا دخل رمضان يهجم مسجد حيه ومسجد يعني جماعته وإخوانه، وينطلق يبحث عن المساجد التي فيها قارئ حسن الصوت. وبعضهم يعني يغاير، يقول أنا هأخذ 10 أيام مثلا، 10 أيام في المسجد الفلاني اللي فيه القارئ الفلاني، وعشرة أيام في المسجد الفلاني اللي فيه القارئ الفلاني ونحو ذلك. فما حكم تتبع المساجد التي فيها قارئ حسن الصوت؟ وقبل أن نجيب، قد يقول بعضنا: ياه، يعني هذه مسألة تستحق أن العلماء يعني يتكلمون فيها وكذا ونحو ذلك. يعني الجواب نعم، هذه مسألة لها في الحقيقة جوانب سلبية ومفاسد يعني كثيرة، قد لا يشعر بها كثير من الإخوة الذين يفعلون ذلك. وممن في الحقيقة تكلم حول هذه المسألة الشيخ بكر أبو زيد يعني رحمه الله تعالى في كتابه بدع القراء، تكلم عنها ونقل فيها كلام للعلماء القدامى. يعني هي موجودة حتى في الأزمان القديمة، وإن كان في زماننا في بعض الأوقات ظهرت بفجاجة، لكن يعني تكلم فيها العلماء عموما قديما وحديثا. فنقول ابتداء: هذا الفعل فيه عدة محاذير، منها أن الشرع نهى عن ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
قال ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. فذكروا يعني في فيض القدير. أيضا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إعلام الموقعين قال إن الشارع نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره. إن الشارع نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره كما جاء في الحديث. وما ذاك إلا أنه بيشير الحديث السابق يعني. وما ذاك طب إيه علة يعني النهي ده؟ وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام. وإيحاش صدر الإمام يعني ماذا؟ إن إمام المسجد هيجد في صدره يعني. لماذا؟ لأن الناس إذا تركوا المسجد الذي يليهم جيران المسجد يعني سابوا المسجد وراحوا صلوا في مساجد أخرى، هذه ربما تحمل تهمة لمن؟ لإمام المسجد. أما إن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمى ببدعة أو يعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا فهذا كلام منصوص عليه أن الإنسان يصلي في المسجد القريب، مسجد حيه لإعماره، وجاء فيه الحديث. وأن هجره لمسجد حيه هذا فيه هجر لجماعة أهل المسجد وإيحاش لصدر إمام المسجد. محذور آخر وهو ذهاب روح الجماعة عن أهل المسجد الواحد، ذهاب روح الجماعة عن أهل المسجد الواحد حيث يقل اللقاء. ليه؟ لأنه اللي هيطلع يروح يدور على المساجد اللي فيها القراء الحسن الصوت خلاص مش هيلتقي بأهل المسجد ولا إخوان. ربما بعضهم يقول ما أنا هقابلهم الصبح ولا حاجة ولا بالنهار وكذا وكذا. في الحقيقة من أعظم يعني أوقات اللقاء التي تقوي روابط العلاقة بين أهل المسجد أيام رمضان وليالي رمضان خصوصا. كم من العلاقات القوية الوثيقة يعني كانت بسبب صلاة التراويح ورمضان ولقاء الناس في المسجد أيام وليالي رمضان خصوصا في صلاة التراويح. وعليه فهذا الفعل في الحقيقة يعني ينبغي على من يفعله أن يقلع عنه. نعم. طيب نأتي لمسألة أخرى. قال العشرون، قال ما حكم تقليد أصوات القراء؟ ما حكم تقليد أصوات القراء؟ سئل عن ذلك شيخنا، يقول يعني سئل عن ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فقال إذا قلد إمام المسجد، إذا قلد إمام المسجد شخصا حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله فإن هذا الأمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضا، لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة. والحقيقة هذا القول هو الذي نميل إليه، هو الذي نميل إليه، وإلا فهناك من منع، هناك من منع. وممن تكلم في ذلك يعني من المعاصرين الشيخ بكر أبو زيد أيضا في كتاب بدع القراء، فمنع هذه المسألة وقال أنها لا تجوز، وهي مسألة تقليد الأصوات يعني أن القارئ يقلد صوت قارئ معروف مشهور نحو ذلك. فذكرها في الحقيقة في بحث يعني تقريبا خد في حوالي 30 صفحة يعني من صفحة 28 لصفحة 57 حوالي 30 صفحة مش كده ولا ليه؟ لكن أنا لخصت فيه يعني نقاط يسيرة جدا في 4-5 سطور هذكرها كنقاط يعني. فالشيخ أبو بكر يعني الشيخ بكر أبو زيد يذهب إلى عدم الجواز ويذكر ما يعني كلام كثير ألخصه في هذه النقاط. ملخص كلامه يعني لا بأس إن توافقت النقطة الأولى، يعني لا بأس إن توافقت الأصوات دون تعمد التقليد. دي النقطة الأولى اللي دار حواليها بعض الكلام، لا بأس إنه إذا توافقت الأصوات دون تعمد التقليد
واحد صوته طبع شبه واحد تاني مفيش حرج، هو بيقول يعني ايه المشكلة، خلاص هو صوته زي صوته طالما مش متعمد انه يعمل ايه يوافقه. نقطة اخرى لملخص كلامه ايضا، المطلوب شرعا هو تحسين الصوت الباعث على التدبر. بيتكلم يعني عن انه ايه المطلوب شرعا من قراءة القرآن، تحسين الصوت اللي يبعث على تدبر القرآن. نقطة اخرى بيقول من خلالها بقى سؤال، هل وجدت عظيما من اهل العلم والفضل يقلد صوت اخر في القراءة او الخطابة او الاذان؟ بيقول يعني كلام كده، وبعدين بيسأل في اثنائه، انت سمعت في عظيم من عظماء الأمة الاكابر والعلماء والائمة ونحو ذلك، سمعت منهم حد كان بيقلد حد في صوته يعني في القراءة أو في الأذان أو نحو ذلك؟ بيقول هذا لم يثبت. نعم. أيضا نقطة أخرى بيتناول من خلالها برضو معنى لأجل يعني تأييد قوله وملخصها، يعني كانت هناك أصوات جميلة أعظمها صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر الزمان، يعني كان هناك أصوات جميلة جدا، أعظم هذه الأصوات جمالا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو موسى الأشعري، سالم مولى أبي حذيفة، عاصم ابن أبي النجود وغيرهم، ولم يثبت في السلف من قلدهم. بيقول يعني سمعت حد من الصحابة كان بيقرأ زي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بيقلد يعني صوته؟ سمعت حد من السلف قلد حد من اللي هم اللي القراء المشاهير دول أبو موسى وعاصم ابن أبي النجود ونحو ذلك؟ ما فيش حد عمل كده. يقول وكان ابن عمر مع شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم المعروفة عند كل أهل العلم لا يحاكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ده ما كانش ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في حتة يتبول يروح يتبول، ومع ذلك ما قلتش النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة القراءة بتاعته. فهو الشيخ كلامه طبعا كلام وجيه وعظيم جدا، لكن والله أعلم يحمل على إن هذا أفضل، لكن لا يعني يحمل على المنع، والله أعلم يحمل أن هذا هو الأفضل، أن الإنسان فعلا يبقى هو له سمته، لكن ليس على المنع. والشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من المعاصرين يؤيدون هذا، إذا كان الإنسان بيقلد لأجل أن يحبب الناس في القرآن وأن يخلي الناس يحبوا قراءة القرآن ويسمعوا القرآن وييجوا يصلوا في المساجد دي اللي بيصلي فيها هو، وهو يحاكي قراءة مثلا إمام آخر صوته طيب معروف عند الناس نحو ذلك، فهذا فيه خير وهو مأجور على ذلك. ولعل مما يؤيد هذا القول، مما يؤيد هذا القول هو القول بالجواز، ما رواه البخاري في التفسير، ما رواه البخاري في التفسير يعني في كتاب التفسير في صحيح البخاري، وذكره عن معاوية رضي الله عنه قال لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلته. بيكلمهم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلته، يعني عايزيني أقلد لكم، يعني بتعبير العامي عايزيني أقلد لكم صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ إزاي أعمل لكم. فهذا لعله مما يعني يقوي الجواز، إنه فيش مانع إن الإنسان عشان يحبب الناس في كلام الله عز وجل وسماع كلام الله عز وجل يوم يحاكي قارئ آخر، يقرأ بطريقة قارئ آخر، ولا سيما إن كان هذا القارئ مما يحبه الناس ويحبون سماع قراءته، وقراءته مضبوطة ولا أخطاء فيها ولا لحون ونحو ذلك، والله أعلم. فإذا أيضا بخصوص برضو مسألة القراءة، حكم الفتح على الإمام، حكم الفتح على الإمام، مسألة الفتح على الإمام، يعني إذا أخطأ الإمام في القراءة حكم الفتح عليه، منعه بعض العلماء واستحبه الجمهور للأدلة التالية. منعه بعض يعني العلماء، وكأن اللي منعوا منع مش مطلق في الحقيقة، قالوا إذا أحال المعنى إلى معنى لا يجوز، فقط هو بس اللي يرد، أما في أي وضع آخر فلا يرد. والجمهور قالوا بجواز الفتح مطلقا، الفتح مطلقا، والراجح قول الجمهور انه يجوز الفتح مطلقا.
فمما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن المسور بن يزيد الأسدي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فترك شيئا لم يقرأه، يعني نسي آية نحن ذلك. قال فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت آية كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها، هل أذكرتنيها، يعني ما كنت ذكرتني وأنا بصلي يعني بهذه الآية. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الفتح على الإمام، فتح على الإمام. لكن هنا بعض التنبيهات حول مسألة الفتح مهمة أيضا. أول ذلك ينبغي ألا يفتح على الإمام إلا ألا يفتح على الإمام ما دام الإمام يردد القراءة، دي أول ضابط، ألا يفتح على الإمام ما دام الإمام يردد القراءة، لأنه ربما تذكر بنفسه فهو أولى. يعني الإمام مثلا واقف عمال يكرر الآية، عمال يكررها، أسيبه أنا أفتحش عليه ليه؟ لأنه هو بيعمل إيه دلوقتي؟ هو عايز يتذكر، عايز يستذكر الآية نفسها اللي هو هيجيبها بعد كده. لما بعد كده يقف خالص خالص ويظهر منه أنه هو فعلا ما هوش قادر يقرأ الآية، يبقى ساعتها ممكن أفتح عليه. أيضا من التنبيهات لا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة. يعني مش مجرد سكوت الإمام أعمل إيه؟ أفتح زي ما بعض الناس بيعمل، الإمام سكت بياخد نفس ولا حاجة، تلاقي وراه الناس عمالة ترد. أو الإمام حتى مثلا لو فرض إن هو مثلا الرجل تدبر مثلا الآية أو نحو ذلك، تلاقي الناس عمالة وراه، إلا إذا تأخر سكوته لأنه يحتمل أن يكون متفكرا. أيضا من التنبيهات لا يفتح إلا إذا أحال المعنى للقراءة على الأفضل. على الأفضل يعني إيه؟ يعني إنه لو هو ما حلش المعنى ممكن يترك، ممكن يترك لو ما أحلش المعنى ماشي، لكن لو فتح عليه لا بأس كما قال الجمهور، لكن إذا لم يحل المعنى يجوز تركه. متى بقى يكون الفتح واجب؟ إذا أحال المعنى، لما رواه أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقرئت القرآن على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. إن قلت غفورا رحيما ورجعت أنت قلتها مثلا رحيما غفورا، أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك، يعني ما يضرش هذا اللحن. ليه؟ لأنه مش هيحيل الإيه؟ المعنى. فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. أي نعم. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسند حسن. أيضا تنبيهات بخصوص الفاتح نفسه كذلك مهمة جدا، أن تتوافر في الفاتح نفسه. أولها الإخلاص، وإلا فالبعض يتربص بالإمام. بعض الناس قاعد مستني بس عايز يقول للناس أنا إيه، أنا حافظ أو ما اديتلوش نفسه على طول رحت. لا، الإخلاص ينافي ذلك. إن إنسان يتمنى لأخيه أنه ما يتعثرش، وأنه لو تعثر إن شاء الله يفتح عليه، والله يفتح عليه سبحانه وتعالى. تنبيه آخر أن يكون قريبا من مكان الإمام، أن يكون قريبا من مكان الإمام، إنه ما يكونش واحد فين في آخر الشارع ورا أو في آخر المسجد، يكون قريب ما استطاع، أن يكون واحد من اللي ورا الإمام ونحو ذلك. ومن الحسن التصرف أن الناس يحطوا ورا الإمام الحفظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. آخر ذلك ألا تكون قراءة هو يجهلها، ألا تكون يعني اللحن ده ما يكونش يعني قراءة هو يجهلها، لأنه ممكن تكون قراءة والراجل الإمام نفسه عارف القراءة دي فأتى بها على هذا اللسان أو هذه القراءة، فاللي وراه ما هوش عارفها فيقوم يقعد يعترض ونحو ذلك.
وإن كان دي تجرنا المسألة أخرى أنا ما دونتهاش هنا، لكن جت في الطريقة هي وإحنا بنتكلم، وهي مسألة القراءة، تنويع القراءة في الصلاة الواحدة. هذه المسألة كرهها العلماء كراهة شديدة، إنه ينوع القراءات في الصلاة الإيه؟ الواحدة. لكن لو صلى بقراءة من القراءات الصحيحة لا بأس، صلى أي قراءة صحيحة لا بأس، حتى لو كانت مش مشهورة عند الناس لا بأس، طالما قراءة يعني صحيحة. وإن كان في زماننا إن الإنسان يتجنب ذلك في مساجد الإيه؟ العامة خصوصا. نعم. في الصلاة الواحدة يعني ما يصليش مثلا في الركعة الأولى بقراءة وفي الركعة الثانية بإيه؟ بقراءة أخرى. نعم. طيب المسألة التي بعدها أو الفصل اللي بعده 21، قال أحرز نفسك من مكائد عدوك، يعني خطاب للأئمة. قال لن يتقاصر الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم بقذف المكائد والحيل الماكرة في نفسك كي يفسد عليك عملك، بل لن ينفك عنك بحال، والميدان طويل والصراع شديد بحرب ضارية تأكل صفاء القلب وتقضي على رونقه وبهائه ونصاعته بصور خفية، منها 1 كثرة الثناء غير المباشر على النفس بذكر حرص الناس وحدبهم على الصلاة خلفك. الحدب يعني الحرص يعني والسعي يعني، أو ذكر قصص بعض المحبين والمعجبين. طبعا الحاجات دي الإخوة اللي بيصلوا أئمة، وخصوصا لو كان هو بقى يعني مميز شوية، دي من المصائب الكبرى، القنابل التي تنفجر في كثير من الإخوة يعني في أيام رمضان. وكم من إخوة فسدوا، من أئمة فسدوا بسبب هذه الأحوال، إن الشيطان يدخل عليه من خلال الكلام الثناء والمدح الذي يقوله له بعض يعني الناس اللي المصلين ونحو ذلك. يقول 1 كثرة الثناء غير المباشر على النفس بذكر حرص الناس وحدبهم على الصلاة خلفك، أو ذكر قصص بعض المحبين والمعجبين. يقعد هو نفسه ممكن يتكلم، ده أنا النهاردة صلى معايا كذا، ده أنا الناس بتقول لي كذا ونحو ذلك. وأحيانا يكون هذا مغلفا بغلاف الإخبار المجرد عن الواقع، ده أنا بس بقول المسجد أحواله إيه، يعني مسجد النهاردة كان مليان. والأمر في حقيقته المدح المبطن. أقول لكم موقف يعني حصل زمان كده بيني وبين فضيلة الشيخ ياسر في أمر ما. كان زمان جدا من حوالي 20 سنة كده في مسجد ما كان فيه مشكلة، فكان الأخ اللي ماسك المسجد ده يعني مشكلة يعني، فكنا عايزين نحط حد غيره يعني مين ينفع يعني. فأنا بقول للشيخ ما في أخ آخر ونحو ذلك ممكن يصلح يعني، فقال لي ما اسمه، قلت له فلان، قال لي ما ينفعش. فأنا شبه يقين عارف ان الشيخ ما يعرفوش اصلا، قلت له ده شخص جديد لسه، مش انت حضرتك ما تعرفوش متهيألي. قال لي لا بس انا خلاص انا عارفه. قلت له عرفته ازاي يعني؟ قال لي انا كنت في جنازة لسه اول امبارح وفي المسجد اللي هو هناك ده، وانا في الجنازة ماشي جاء الاخ ده مشي جنبي وقال لي يا شيخ انا فلان الفلاني، ولما بخطب خطبتي انا يوم الجمعه الناس بتبقى في الشارع هنا بتملى البتاع. فهذه وحدها فقط علامات على احوال، على احوال. نعم. قال فانتبه لهذه المكيده فهي من الشيطان، والمخلص لا يظهر شيئا من ذلك بل يدع الامر لله ويعلم ان المدار على القبول. قال تعالى انما يتقبل الله من المتقين. واعلم أخي أن النفوس تمقت هذه الطريقة الملتوية وتكره هذا الأسلوب وتمجه حتى لو ضحكوا لك وجاملوك. قال ابن حزم رحمه الله وإياك والامتداح، فإن كل من يسمعك لا يصدقك وإن كنت صادقا، بل يجعل ما سمع منك من ذلك في أول معايبك، نسأل الله العافية. 2 كثرة مقت النفس وسبها. العكس بقى مش كده؟ الأولانية يقعد كأنه بيحكي واقع يعني، والله ده المسجد كان مليان، ده الناس مش عارف أعمل إيه، ده بيجي يكلمني وده بيعملني وده بيسويني. التانية عكسها بقى، كثرة مقت النفس وسبها، فإن ذلك من أحابيل الشيطان أيضا. وقديما قال أهل العلم
سب نفسه ها ليمدحها. فحاذر هذا السبيل ودع مقت النفس للنفس، واعلم أن مقت النفس في القلب آية توفيق، وأن مقتها باللسان لون من المدح، ومدح النفس المباشر وغير المباشر مما اتفق العقلاء على ذمه لأنه سبيل هلكة. قال ابن حزم رحمه الله: كم رأينا من فاخر بما عنده فكان ذلك سببا لهلاكه. فإياك وهذا الباب الذي هو ضر محض أو ضر محض لا منفعة فيه أصلا. كم شاهدنا ممن أهلكه كلامه ولم نرى قط أحدا ولا بلغنا أنه أهلكه سكوته. فلا تتكلم إلا بما يقربك من خالقك. ثلاثة: التفاني في جمع الناس خلفك، أو الفرح بذلك بظاهر أن اجتماع الناس على الخير خير وهذا حق، ولكن لماذا تتفانى في ذلك وتفرح به وقد يكون فيه عطبك وفساد قلبك؟ نسأل الله العفو والعافية. شعر بين الحالين في الحقيقة، شعر يعني الواحد فينا ممكن يقول فعلا احنا عايزين نجمع الناس وعايزين الناس تبقى مجتمع عشان ده فيه صالح للدعوة وصالح للمسجد وصالح لكذا وكذا. شعرة خفيفة جدا ان انت ممكن تكون بتعمل كده عشان ايه؟ لنفسك انت، عشان يبقوا حواليك انت. نسأل الله العفو والعافية. قال: وكانوا يكرهون ضجيج الناس وراءهم وينفرون منه أشد النفور، ويخافون أن يلقى بظلاء أن يلقي لعلها بظلاله على صفاء العمل. قال إسحاق عم الإمام أحمد لأحمد: إن الناس قد أحبوك وجعل الله لك عندهم وجعل الله لك عندهم قبولا. فقال: أخشى أن يكون استدراجا. وذكر الذهبي رحمه الله في السير عن أحد أئمة السلف أن الناس قد اجتمعوا عليه بعد صلاة الجمعة فبكى وقام وتركهم. هكذا كانوا رغم أنهم علماء وأئمة يقتدى بهم، فكيف بنا نحن في عصر ليست القلوب كقلوبهم ولا العلم كعلمهم ولا الخشية كخشيتهم؟ كن على حذر من مكيدة الشيطان لك بطمأنتك بأنك قد بلغت درجة الإخلاص، ومن ثم تخلد بعد ذلك تخلد بعد ذلك لإهمال قلبك. فإن وجدت من نفسك هذا الإخلاص المظنون فاعلم أن إخلاصك يحتاج إلى أصل الإخلاص. وكلما ظن الإنسان هذا من نفسه هو أبعد ما يكون عنه، وكلما ابتعد ذلك في نفسه فهو بتوفيق الله إليه أقرب. وقد عاش السلف وماتوا وهم يشكون في عسر الإخلاص وتقلب النية، فأنا لنا بعدهم السبق وقد سبقوا. هذه بعض صور المكائد الشيطانية التي قد تغفل عنها، ولست فيما ذكرت حاصرا أو قاصرا على صور معينة، ولست أيضا متهما لأحد بشخصه، بل هي ذكرى لي ولكل أخ مسلم عزيز يبتغي الذكرى، جزاه الله خير الجزاء. يقول 22: احذر الداء القاتل. يقول: إنه داء العجب الذي قد يطرأ على الإنسان فلا يرى إلا أن له فضلا وتمييزا على الناس، ومن ثم يقوده ذلك إلى الغرور والكبر واحتقار الناس، ويرى أن عنده من جوانب الفضل ما ليس عند غيره، وفاق الأنام وأتى بما لم يأتي به الآخرون. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فسأله عن شيء، فقال الرجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب الإمام أحمد وقال له: من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. احنا لو حد بيقول لنا احنا كده كنا زماننا ايه اللي يحصل؟ جزاك الله عن الإسلام خيرا، ده الناس بيقولوا لنا كتير ولا لا؟ ناس كتير، الناس العامة يقول لك جزاك الله خيرا يا شيخ، جزاك الله خيرا الإسلام والمسلمين يا شيخ، كثر الله من أمثالك ونحو ذلك. وإحنا الواحد فينا يعني ما شاء الله قاعد مال يسمع ودنه فتح قد كده، نسأل الله العفو والعافية. قال: وما أجمل قول ضيغم بن مالك عندما قال: احذر نفسك على نفسك، وكلما أردت نفسك
كلما أرادت نفسك التعالي فذكرها بقول ربك سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يقول: ونظر مطرف بن الشخير إلى المهلب ابن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء، فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك. أولك نطفة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. ونظم بعضهم ذلك فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيه فهو على تيهه ونخوته، ما بين ثوبيه يحمل العذرة. قال: وإذا كان الله قد حباك أيها الإمام نعمة الصوت الحسن فاشكر الله عليها بالتواضع واستشعار مشاهد التقصير منك، وإلا فقد يسلبك الله هذه النعمة في طرفة عين، أو قد يديم عليك هذه النعمة حتى تفتن وتستدرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أحسن من تحدث عن هذا الداء ابن حزم رحمه الله في كتابه الرائق الماتع الأخلاق والسير، ومما قال في هذا الباب: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا، وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل، ولا عيب أشد من هذين، لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتميزه وضعف فكرته، وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال، يعني يظن أن عيوبه خصال، وهذا أشد عيب في الأرض. وقال أيضا: فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعة والرذالة، الضعة يعني من الوضع، والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم، بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الأراذل، وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها. وقال أيضا: وإن أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاشك ووجوهه، والله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ويعفي على حسناتك، فليطل همك ويعفي على حسناتك، يعني أظنها والله أعلم يعني يغطي على حسناتك، فليطل همك حينئذ وأبدل من العجب تنقصا لنفسك. كلمات يعني جزاه الله خير الجزاء، ما أحوج في الحقيقة يعني الكل إليها، وليس الأئمة فقط، يعني وخصوصا هذا الداء الفظيع والعياذ بالله يصيب يعني المتصدرين خصوصا، فإن الإنسان إذا تصدر فوالعياذ بالله ربما يتسرب إليه العجب، ولذلك تفسد نفسه، وما أكثر يعني ما يفسد علينا الشيطان نفوسنا وعباداتنا وإحوالنا مع إخواننا بسبب هذا الداء الفظيع والعياذ بالله. إنسان يعجب بنفسه فيرتفع على غيره. يقول 23: دهماء الناس وفتنة القراء. قال: يسيء الدهماء كثيرا إلى متبوعيهم الجهلة، يعني حيث يفتقدون الحصافة وحسن النظر وتقدير الأمور على وجهها الصحيح، وأسوأ منه مجارات المتبوعين لهم بالتصديق والقبول، مما ينسحب سلبا على الجانبين، سيما إذا كانوا كثرة كاثرة
تعيش على النماذج وعلى التمادح وكثرة الثناء على متبوعيهم. وهنا يكون الأمر كما قال بعض السلف فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ومن النقص الكبير وضعف العقل إخلاد المرء إلى مدائح الناس وعشق أذنه لذلك. قال ابن حزم رحمه الله: وليس في الرذائل أشبه بالفضائل من محبة المدح. يعني الناس بتعتقد أنها حاجة كويسة يعني. وقال أيضا: وإن أعجبت بمدح إخوانك لك ففكر في ذم أعدائك إياك. فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت على الناس وتمثل اطلاعهم عليها. يعني افترض أنهم اطلعوا عليها، فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز. والمنهج الشرعي في هذا الباب سد باب المدح والتمادح لما في ذلك من فتنة للممدوح. وروى الإمام البخاري في صحيحه قال: باب ما يكره من التمادح. من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليه خير رجل أسف فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمال يردد الكلمة: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. وروى مسلم في صحيحه قال: باب النهي عن المدح إذا كان فيه من طريق، إذا كان فيه يعني هو الشخص نفسه موصوف بهذه المدائح نفسها. قال: من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم، لأنه لو لم تكن فيه فهذا إيش؟ كذب. قال: من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء اللي هو المادح يعني، فقال له عثمان: ما شأنك؟ لماذا تفعل هذا يعني؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. خلاصة يعني الكلام أن الإمام يعني ومن يتصدر لصلب الناس والإمامة وكذا عرض لي يعني هذه الأمراض كلها والعياذ بالله. وإن من مداخل الشيطان على الإنسان لوصول هذه الأمراض مدح الناس، وده احنا بنراه كثيرا. يعني نتجد احيانا بعض الناس العامة يقوم يجوا للأخ اللي كان بيقرأ ويعودوا يمدحوا فيه جدا، وده خطأ شنيع جدا. وصل لو كان أخ شاب لسه في يعني شبابه ولسه بيبدأ مثلا يعني يتصدر بالناس ويقرأ ونحو ذلك في رمضان، تلاقي بعض الناس الطيبين الكبار يعود يمدح فيه مدح شديد جدا ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة ربما يفسد عليه يعني نفسه وقلبه. ها؟ بعض الإخوة فعلا يفعل ذلك. اللي تجد بعض إخواننا يخش فعلا على الشاب ده ويقعد يمدح فيه أمام عينيه. فهذا في الحقيقة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال على أبي بكر وعمر، عن أبي بكر وعمر لما أبو بكر وعمر الاثنين كان فيهم يعني خصلة كده طيبة فبشروا بالجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للي قال لهم، أنا مش متذكر مين بس الثالث، ها علي، قال: لا تخبرهما يا علي، لا تخبرهما، أبو بكر وعمر. فما بالك بقى إحنا تجد الواحد فينا يخش على الأخ الشاب اللي لسه وعمال يمدح ونحو ذلك. الرابع والعشرون: ماذا عن ختمة القرآن في الصلاة؟ قال: الجواب فيه تفصيل. ختمة القرآن في الصلاة يعني أنه العادة في رمضان أن الناس بيختموا غالبا القرآن في صلاة التراويح. طيب في أي موضع يختمون الصلاة يختمون القرآن؟ يعني خلص القرآن كله آخر سورة قل أعوذ برب الناس، يقرأها أين؟ يقرأها مثلا في آخر ركعتين مثلا من التراويح، في الشفع، يقرأها في الوتر. نعم. قال: فإن كان ذلك في وتر فلا إشكال فيه، وإن كان ذلك في شفع
ففيه خلاف مشهور، والناس فيه طرفان ووسط. طرف شنع فيها واعتبرها بدعة، وطرف آخر تمسك بها تمسكا كبيرا واعتبرها كالسنن المؤكدة. والحق هو الوسط، بأن لا يقال إنها بدعة ولا تعد من السنن المؤكدة، بل الأمر فيها واسع، ولا تثريب على من ختم قراءته في الصلاة بالدعاء، يعني الختمة. فقد أقره بعض أئمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله، وقد وقفت على نقلين عن الإمام أحمد في هذه المسألة، إنه يعني الإمام أحمد أقر إنها تكون الختمة يعني في آخر الصلاة، وعلى موضعين. قال أولا، قال ابن قدامة في المغني: فصل في ختم القرآن. قال: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو التراويح؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادعو بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. يبقى الموضع الأول في التراويح نفسها، آخر ركعتين من التراويح. ثانيا، قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس. دي بتبقى فين بقى؟ في الوتر. فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: أي شيء تذهب في هذا؟ قال: احنا هو هنا بيقول قبل الركوع، لان الامام احمد بيميل ان القنوط قبل الركوع اولى. نعم. قال: قلت: اي شيء تذهب في هذا؟ قال: رايت اهل مكه يفعلونه، وكان سفيان بن عيينه يفعله معهم بمكه. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك ادركنا الناس بالبصره وبمكه، ان هم يجعلوها في الوتر، يعني الختمه في الوتر. قال: ويروى أو يروي أهل المدينة في هذا شيئا. وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ومما سبق نلحظ ما يلي: واحد، أن الإمام أحمد رحمه الله اختار أن يكون الدعاء بختم القرآن في شفع لا في وتر. اثنان، أنه رحمه الله أقر إمامه على ذلك، وصلى خلفه مؤتما به رفيعا يديه، ومن أشهر الأئمة باتباع السنة. ثلاثة، أن حجته في هذا عمل أهل مكة مع توافر أئمتها كسفيان بن عيينة الذي كان يفعلها، ولو كان هذا غير مشروع لما تواردوا على ذلك. أربعة، روي ذلك أيضا عن أهل البصرة وعند أهل المدينة فيه رواية. خمسة، روي ذلك عن عثمان ولم أقف عليه مسندا. يقول: وقد سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الختمة في الصلاة فاحتج بفعل السلف لها. والخلاصة أنه ينبغي عدم التعنيف على من ختم في شفع، وإن جعلها في وتر كان أسلم خروجا من النزاع، لأنه الوتر عليه الأكثر، عليه الأكثر، وعليه فالوتر أفضل أنه يختم ختمة القرآن في الوتر. بالنسبة للختمة غير الوتر اللي هو اليومي، يعني وكأنه عنده فرق في الختمة والوتر اليومي. وإحنا قلنا قبل ذلك أنه الأفضل في كل الأحوال هو أنه يجعل الوتر في القنوط، آسف، في الوتر، وكذلك هنا يجعل الختمة في الوتر، هذا أفضل. لو ختم في الركعتين الشفع يدعي فيهم دعاء ختم القرآن، يعني دعاء ختمة ويقنت فيهم، ماشي. لكن الأفضل في الحقيقة والذي عليه الأكثر أن يكون في الوتر، وده أسلم كذلك كما ذكر المصنف. قال الخامس والعشرون: أخطاء مشهورة وسنن مهجورة.
هي يختم يعني البحث ببعض الأخطاء المشهورة في الناس، لعلنا بعضها ربما نكون أشرنا إليه. قال: أما الأخطاء فهي عديدة، منها الحرص على جمع الناس وجمهرتهم من خلال تقصير الصلاة والقراءة. يقول: قد حدثني أحد طلاب العلم أنه عتب على إمام يخل بالقراءة والصلاة ويقصرها تقصيرا شديدا، فسأله عن سبب ذلك، قال: هذه رغبة الجماهير. احضرني يعني طرفة ذكرها الشيخ كشك رحمة الله عليه والعهد عليه هو، يعني أنه يقول: كان أحدهم يقرأ حتى أنه يجزئ الآية الواحدة على عدة ركعات، الآية الواحدة، يقول حتى جاء عند الآية الكريمة: لتجدن أشد الناس عداوة، وعد يجزئها بقى لغاية ما وصل في سورة بعد ما خلص الفتحة قال: إنا نصارى، الله أكبر. بالفعل في ناس، طبعا مش بالصورة دي ما ظنش يعني، لكن في ناس يستغفر الله، ما اقصدش ان هو يعني ما كنش حصلت، لكن وارد ان الجهل ممكن يحصل منهم حاجات كتير جدا، لكن غالب الناس فعلا تجد يدوبك آية، ممكن في بعض المساجد ممكن آية او آيتين كده بسرعة ويقولها وخلاص، او يكرر هي السور هي طول الشهر، بحيث ان هو خلاص يصلي 11 ركعة في خلال 10 دقائق يكون مخلص الصلاة. يقول ايضا من الاخطاء التأثر بالأدعية دون القرآن. التأثر ودي من الحاجات الخطيرة، ان فعلا الناس يتأثرون بالدعاء وما يتأثروش بالقرآن. اما الخطيب او الامام يبتدي يقعد يدعي يبقى، طب هو بيقرأ القرآن؟ ما فيش حاجة خالص. عدم الاطمئنان في الركوع والسجود نتيجة انه عايز يعمل ايه؟ عايز يخفف الركعات، يقوم الركوع والسجود سريع جدا. اللهث وراء الختمة مع إهمال التدبر، اللهث وراء الختمة مع إهمال التدبر، إن القراءة يعني فيها حذر شديد جدا وعلى حساب التدبر. التكلف في السجع في الدعاء وسبق، التكلف في الأدعية والزهد بأدعية القرآن، الزهد يعني في أدعية القرآن والسنة، إطالة القنوت. قال: رفع البصر عند الدعاء إلى السماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. السرعة في القراءة، مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة ولم يثبت فيه شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ، قال: لم أسمع به. وقال مرة: لم أسمع فيه بشيء. وقال أبو داود: ورأيت أحمد لا يفعله. وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت. وقال البيهقي: لست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوط. أما السنن المهجورة فكثيرة، ومن أهمها التدبر لآيات القرآن، فهي الغاية من إنزاله وقراءته، وهذه سنة قد هجرت إلا عند قلائل من الأئمة. السؤال عند آية السؤال والاستعاذة عند آية الوعيد، لحديث حذيفة عند مسلم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. وإن كان هذه المسألة أيضا خلافية، والأقرب أن هذا مختص بإذا صلى الإنسان وحده، إذا صلى الإنسان وحده، لأن هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة النافلة. هنا افتتاح الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم قال أو عجل هذا، يعني أنه تسرع. قال ثم قال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: تمت المسائل على وجه العجلة والمبادرة بسبب الإلحاح المتكرر من بعض الأئمة،
والنية معقودة والعزم قائم بإذن الله على الإضافة والمراجعة لاحقا، ومن لديه شيء من ذلك فلا يضن به على أخيه المحب، وله بإذن الله أجر المشاركة، ومني ومن إخوانه الدعاء، جزاه الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.